تحفظوا حكاية قش الرز سلسلة لا تنتهي. كان قبل كده يقول لك حرق قش الرز وثروة وازاي بنحرقها والكلام ده. النهارده عندنا خبر وزارة البيئة بتتكلم عن توفير 225 معدة جديدة لجمع وتدوير وكبس قش الرز، وده بخصوص طبعا بنقترب من موسم حصاد الرز. كل سنة وكل فلاحين مصر بخير وكل المصريين بخير، وده بيستمر من فترة 15 أغسطس لحد 15 نوفمبر. وبنتكلم عن ان وزارة البيئة بدأت تستعد طبعا لحاجات بقى متوقعة من نوبات متعلقة بتلوث الهواء، وحاجات الناس بتحرق الرز فنقدر نقول بقى دخان كثيف، وقصص بقى كبيرة جدا متعلقة بموضوع قش الرز. عندنا قصة تانية بقى متعلقة بقش الرز هنسمعها من ضيفنا النهاردة بخصوص توفير 225 معدة جديدة لجمع وتدوير وكبس قش الرز. معنا مين محمود على التليفون؟ عصام عامر. تمام، معنا عبر الهاتف الأستاذ عصام عامر رئيس الإدارة المركزية لخطة العمل البيئي بوزارة البيئة. صباح الفل يا أستاذ عصام. صباح الخير يا فندم، أهلا بيكي وأهلا بكل السادة المشاهدين على قناة دريم اللي معودانا دايما انها بتبقى معانا كل سنه وبتنزل معانا الحق وبتشوف احنا بنعمل ايه مع المتعهدين اللي هم متعاقدين مع وزاره الزراعه ووزاره البيئه لجمع قش الرز. احنا ما عادش عندنا مشكله ولا عندنا سحابه زي زمان. تمام. الحمد لله احنا قدرنا نوفر المعدات بإيجار رمزي للمتعهدين. والسنه دي دعمنا الاسطول بتاعنا او مجموعة المعدات اللي عندنا اللي هي بتغطي لنا 5 محافظات في الوجه البحري اللي هي الشرقية والمنصورة والغربية والبحيرة وكفر الشيخ. تمام. على أساس إن إحنا نقلل أو مش هنمنع، مش هنقدر نمنع بنسبة 100%، لكن إن إحنا بنقلل قش الرز. وإحنا قدرنا في الفترة اللي فاتت إن يبقى في بحسبة بسيطة كده المتعهد اللي بيجمع معانا 1000 طن بمعدات وزارة البيئة بإيجار رمزي بيكسب من 250 ل 300 ألف جنيه مكسبه في الموسم الواحد، ودي حاجة كويسة. الحاجة طب جميل الثانية جدا. إن إحنا بدأنا نشتغل مع المتعهدين أو الفلاحين في أرضهم أو في بيوتهم أو في قراهم، ودي حاجة كويسة ما كانتش موجودة قبل كده، لأن كنا بنتعاقد مع شركات من القاهرة أو من محافظات تانية فما كانش بيستفاد ابن البلد، ابن البلد أو ابن القرية بيعمل الموقع، واحنا بندي دعم كمان غير ايجار المعدات بسعر رمزي. احنا بندي دعم على كل طن بيتجمع ما اتحرقش مساهمه من الوزاره علشان نقلل التكلفه على الفلاح ونساعده ان هو يجمع اكبر كميه ممكنه. وان شاء الله السنه دي هو وزاره الري ووزاره الزراعه قللوا المساحات، هي مش بنسبه كبيره بس ده هيبقى بالنسبه لنا هيبقى نجاح لينا واضافه لنجاح لوزاره الزراعه ووزاره البيئه ان شاء الله. بالتوفيق، وهنتابع برضو مع حضراتكم زي ما دريم عودتكم ان شاء الله يا فندم. من دريم نزل معانا محافظه المنصوره الشرقيه وصور معانا، وفي بعض البرامج نزلت وتابعت معانا يوم كامل، ونتمنى انكم تشرفونا السنه دي نفس الكلام يوم كامل من اول الساعه 12 لحد الساعه 10 بالليل احنا موجودين بنتابع الحرائق، بالاضافه ان احنا عندنا مجموعه جديده كمان بالقمر الصناعي بنرصد بالقمر الصناعي وبرنامج التليجرام اللي بيلقط لي الحريق فين وازاي وبيديني احداثياته، بكلم المحور بتاعي بينزل يرصد الحرق في ساعتها، وده اسباب نجاحنا ان شاء الله باذن الله يعني. ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم الاستاذ عصام عامر، نورتني وصباح الفل على حضرتك. وادي شغالين في حاجه برضو من الحاجات احنا بناخدش بالنا، فبرضو بنروح للاخبار اللي ممكن تلفت نظر حضراتكم ان الدنيا بخير وفي حاجات كويسه بتتعمل. ادي حاجه كنا بنقول قش الرز بتتحرق بيعمل مشاكل ثروه بنخسرها مش عارف ايه، ادي احنا رايحين في خطوات ايجابيه وكمان بيستخدموا القمر الصناعي، يعني اللي هيعمل حريقه رز هيلاقيهم فوق دماغه. خلينا نروح مع حضراتكم لحاجه ثانيه. خلي بالكم بقى ده خبر مهم، السفارة